نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا مرة أخرى الكاتب والمحلل السياسي عبد السلام حاج بكري عبر سكايب حول صعود اليمين المتطرف في أوروبا وتعاطي الإعلام المزدوج لقضايا المهاجرين. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. أهلا بكم. حياك الله. بعد فوز أخوة إيطاليا في الانتخابات البرلمانية في إيطاليا وكذلك حزب ديمقراطي السويد في السويد، كيف ترى تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا؟ كنت في صدد القول يعني أنه اليمين المتطرف في أوروبا موجود بقوة على الساحة الأوروبية قبل وجود مشكلة اللاجئين أو النازحين، وبشكل عام اللاجئين المسلمين الذين ركز التقرير على أنهم يعني غاية وهدف يرمي إليه إلى إضعافه أو طرده من أوروبا اليمين الأوروبي. لكن هذا اليمين حقيقة موجود في أوروبا، وهناك فترات يصعد فيها ويهبط فيها. اليمين الأوروبي مرتبط ظهوره وصعوده وفوزه بالانتخابات ومشاركته لأحزاب أخرى في قيادات بعض الدول، كما حدث في الدنمارك وقبلها في إيطاليا والآن كما في إيطاليا من جديد. يرتبط هذا بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، بلدان الأوروبية بشكل خاص، وربما أحيانا تكون المشكلة أو الأزمة عامة وشاملة كما يحدث حاليا في أوروبا. كما نعرف الآن أوروبا في حالة ركود اقتصادي، في حالة أزمة اقتصادية، ارتفاع أسعار، تضخم، ارتفاع ضرائب، وهذا ما يؤثر كثيرا على رأي الناخب الأوروبي في الأحزاب والشخصيات التي سيصوت لها وينتمي إليها ويدعمها في انتخابات أو تحركات. ألا تتوقع أن خطاب اليمين المتطرف في أوروبا اليوم استخدم الإسلاموفوبيا إعلاميا بكثرة حتى يصعد مرة أخرى إلى الواجهة؟ كان دائما يستخدم هذه العبارة ولكنها ليست جوهرا، يعني دعنا نكون منطقيين، أكيد نحن لسنا مع اليمين المتطرف ولا ضد اللاجئين، ولكن هو في كل مرة يستخدم هذه العبارة، ولكن لديه الكثير من العبارات والأهداف والشعارات التي يستخدمها ليصل إلى الناخب ويصل بالتالي من وراء هذا الناخب إلى السلطة. لنكون منطقيين، أوروبا استقبلت عشرات ملايين اللاجئين موزعين على دول أوروبا الفقيرة والغنية منها، و أوروبا بحالة ارتباط عضوي مع اللاجئين. لا يمكن لأوروبا أن تنهض نهضة شاملة، يعني نهضة أوروبا الموجودة حاليا شارك بها اللاجئون والعاملون ومن مستويات الدنيا حتى المستويات العليا في الشركات والاقتصاد الأوروبي. وكذلك أوروبا أيضا قدمت للاجئين وتعطيهم ما يحتاجون، وبالدرجة الأولى حالة الأمان و يعني الاستقرار، وضع الاستقرار المالي. وأمر طبيعي أن يكون هناك بعض الاعتراض على وجود اللاجئين، وكما قلنا له أسباب متعددة لا ترتبط فقط بالعلاقة ما بين الدولة واللاجئ. طيب السؤال الأهم هنا، فوز هذه الأحزاب كيف سيؤثر على وضع المهاجرين والمسلمين تحديدا في أوروبا؟ حقيقة مع تراجع الوضع الاقتصادي، أو دعنا نقول مع الكثير من الدعم الذي تقدمه أوروبا إلى أوكرانيا، ستتراجع نسبة المساعدات المالية للكثير من اللاجئين الواصلين حديثا أو في السنوات الماضية إلى أوروبا. ستنخفض هذه المساعدات لأن الكثير من الأموال تتوجه إلى أوكرانيا لدعم الجيش الأوكراني في الصمود بوجه الغزو الروسي. إضافة إلى ذلك الآن قسطت أوروبا ما يقارب من 18 مليار دولار ستدفعها في العام، يورو ستدفعها في العام القادم إلى أوكرانيا من أجل مشروع بناء إعادة الإعمار، وإن استمرت الحرب ستتحول هذه الأموال إلى دعم للجيش الأوكراني، وسيكون هناك أيضا أموال إضافية تدفع لإعادة الإعمار في أوكرانيا. هذا كله يؤثر على الوضع المالي للاجئين في أوروبا الواصلين حديثا ممن لم يستقروا أو يدخلوا سوق العمل. إضافة للتأثير الآخر وهو المتمثل في بعض الانتهاكات، أو دعنا نقول بعض التجاوزات التي تقوم بها بعض الأحزاب وترعاها بعض الأحزاب وتقوم بها بعض الحكومات ووزارات الداخلية في بعض البلدان، من ترحيل لبعض اللاجئين، بعض حالات اللاجئين في أوروبا كما حصل في الدنمارك منذ فترة وفي السويد وفي بريطانيا التي تسعى الآن لإيجاد مخرج آخر للاجئين بعدم إعادتهم إلى أوطانهم يعني وترحيلهم إلى رواندا أو أماكن أخرى في أفريقيا. اللاجئ الآن في أوروبا حتى الآن لم يتعرض بشكل
مباشر لحملة كبيرة تؤثر عليه وعلى طيب إقامته وعمله وحياة أطفاله هناك، ولكن الخطر قد يكون موجودا إن ما تفاقمت الأزمة الاقتصادية. أنا أقول الأزمة الاقتصادية هي السبب الرئيسي الذي طيب يدفع بالأحزاب لتصعيد اللهجة تجاه اللاجئين في أوروبا. التأثير السياسي، دعنا نتكلم عن هذا الأمر. إلى أي مدى ترى أن حادث دوفر في بريطانيا وإلقاء أحد المتطرفين بثلاث قنابل حارقة على مركز للمهاجرين وإقباله على الانتحار بعدها هو انعكاس لسياسات الأحزاب اليمين المتطرفة؟ كما قلنا، يعني ترافق عمليات صعود اليمين المتطرف بعض الأحداث التي تجري في البلدان التي يظهر فيها اليمين المتطرف أكثر قوة. في بريطانيا اليمين المتطرف طبيعي وليس له تلك القوة، ولكن وجود اليمين المتطرف كشخص هو موجود في كل البلدان الأوروبية. وجود عمليات يعني تستهدف اللاجئين هنا وهناك، أنا أرى لأنه ليس منظما ولا ترعاه جهة حزبية أو حكومية، لأن هذا أصلا ممنوع في القانون، وهو يعني يمكن متابعته قضائيا، وسيسبب مشكلة كبيرة للحزب الذي ربما الذي يتمنى أو يدعم هكذا الشخص. الكل يتبرأ من هذا الشخص وهذه التصرفات. دعنا نكون واضحين، يعني التصرفات التي يقوم بها اليمين المتطرف، هناك كثير من التصرفات تحدث هنا وهناك، ولكن هذه هي الحياة. أيضا اللاجئون يقومون بعض الانتهاكات هنا وهناك، وهذه هي الحياة، أمر طبيعي. عندما يكون هناك ملايين اللاجئين، ملايين الأوروبيين موجودين، لا بد ماذا من عن وجود تعامل مشاكل. الإعلام الغربي مع الحادثة رغم خطورتها أنه تجاهل هذا الأمر كثيرا، ولو كانت الأمور معكوسة لأصبحت غير ذلك؟ هذا أمر طبيعي، لأن الإعلام موجود في بلده وفي موطنه. يعني لو أن الإعلام التابع لدول اللاجئين، لو أن هذه الحادثة جرت في بلاد اللاجئين، لكان الإعلام المعاكس هو الذي ظهر وأعلن هذه الحالة، ولكن ليس من مصلحة بريطانيا ولا الدنمارك ولا إيطاليا ولا فرنسا أن يعني تهتم كثيرا بمثل هذه الحادثة، حتى لا يعني يكون لها أثر سلبي عالمي ينعكس على علاقاتها نعم ببعض الدول نعم التي يتبع إليها هذه هؤلاء اللاجئون. هي تحاول لملمة هذه الأمور ومعالجتها من خلال القضاء، من خلال نعم التعويض نعم المادي، من خلال التشديد الأمني والتركيز على عدم يعني على محاولة عدم حدوث مثل هذه العمليات في قادم الأيام. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد السلام حاج بكري كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.